السلام عليكم ورحمة الله. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا بعض الاستخدامات لهذه الآلة. إذا هذه أولا سميتها المولتيمتر. المولتيمتر يعني كتعبر بزاف ديال المسائل، بزاف ديال الحاجات، علاش سموها مولتيمتر؟ كتعبر الفولتاج، لي زوم، يعني المقاومة ديال لا ريزيستانس، المقاومة، وكتحسب حتى لامبيراج. بعض المرات كاينين وحدين كيحسبوا فيهم لامبيراج. اذا بحال هادو كيتسموا ابانس، هادو تا هما كيحسبوا لومبيراج. اذا بالنسبه لهاد الملتيمتر حنا كنقولوا ليه الميتريكس، الناس كيقولوا ليه الميتريكس. اذا حنا نشوفوا الوظيفه ديالو كملتيمتر. اذا نشوفوا هنا هاد ا سي في هو الالترناتيف، الالترناتيف كورون الالترناتيف، يعني هذا التيار المتناوب الجيبي اللي كيكون في المنزل، اللي كيكون في الدار. اذا هنا كاين من 200 فولت حتى ل 750 فولت. من فوق 750 فولت يقدر طرا شي حاجه لهاد الاله هذه ولا ليكم نتوما. اذا حاجه مساله دي خطيره. المساله الثانيه هو دي سي في. هاد دي سي في هو الكورون كونتينيو، هذا المستمر، التيار المستمر اللي كيكون في البطاريات مثلا ولا في بعض المحولات. اذا اوف بطبيعه الحال، اوف هي راه طافي. هذا الوضع هذا هو ديال المقاومه. اذا احنا نبداو مثلا بالتيار ديال المنزل. اذا هذا الاجراء اللي غادي ندير دابا هو اجراء خطير، ما يديروش اي واحد بلا درايه. اذا كندورو لهنا، كنشعلوه، كندورو للتيار المتناوب اللي كيكون في المنزل، تسمى تيار متناوب جيبي، الترناتيف كورون الترناتيف. اذا احنا في المنزل في الغالب احنا عندنا اكثر من 200 فولت، يعني كنحطو على 750، ما نحطوش في 200. الا حطيناها في 200 ما كتعطيناش هنا واحد القيمه مقاده. اذا نردوا البال، انا غير درتها كتبت لي هنا اش في، شنو معنيتها؟ يعني او فولتاج، يعني فولتاج مرتفع، يعني كاين خطر الموت هنا وخطر الصعق. اذا نديروا تجربه باش نعرفوا مثلا التيار اللي دايز في الدار شحال هو غادي يكون. اذا هذا مأخذ ديال التيار. اذا غادي ندخلوا فيه هنا هادو، بطبيعه الحال ننتبهوا باش ما نقيسوش الاسلاك العاليه. اذا اش كتلاحظوا هنا؟ القيمه 233 فولت. هذا هو التيار اللي دابا دايز عندي في المنزل مثلا، هذه 233 فولت، يعني هذا تيار متناوب 233 فولت. نقلب هادو، الى قلبتهم اذا نقلبوهم نفس الشيء تقريبا 230 235 234 تقريبا. اذا هذا، اذا نوع اخر ديال التيار المستمر. كاين واحد التيار مستمر تيكون ضعيف، هو اللي كاين في هذا المحول الكهربائي، ولكن كي غنديرو نكتشفوه، كي غادي نديرو نكتشفوه. اذا كي غادي نديرو نكتشفوه، اذا غادي نبداو حنا غادي نشكو، غادي نقولو بان هذا راه كيخرج تيار مستمر. غنديرو على الوضع ديال التيار المستمر مثلا 20 فولت، مثلا 20 فولت، هذا تيار مستمر ديال بلوس الموان اللي فيه الزائد والناقص. اذا نبداو، كان هذا خارجين منه خمسة ديال الخيوط، غنبداو نجربو، ما كاين حتى مشكل، حيت هذا التيار مستمر غادي يكون ضعيف. في الاول كنقيس غير بالريوس ديال هذا، غير كنهر وكنراقب هنايا في الملتيمتر ديالي، كنراقب يكون واحد القيمه، خاصها تكون واحد القيمه. الا ما عطاتنيش، يعني اذا كاين واحد القيمه بسيطه، نشد ماشي مشكل. ضعيف هذا الشيء، هذا ضعيف، نشوف هذا ضعيف، نشوف هذا حتى هو ضعيف، هذا حتى هو ضعيف. اذا نشك، نقول هذا فولتاج صغير، ولكن لا، ما يمكنش يعطي واحد الفولتاج اصغر. اذا واقيلا هذا يقدر يكون تيار متناوب. نرجعوا لهاد الفونكسيون ديال المتناوب ديال المنزل، ولكن هذه المره نهبطوا ل 200، لان هنا في السلوكه اللي كيدخلوا 200 فولت، ولكن هذا كيحول، يعني كيصغر التيار. اذا نقلبوا دابا ونشوفوا واش كاين فيه تيار متناوب. اذا نشوفوا هنا ما عطاناش قيمه، نشوفوا هذا، ها هي كتحرك. اذا ها هي عطانا قيمه. اذا هذا المحول كيخرج لي 12 فولت فاصلة 6، 12 فولت فاصلة 6 في التيار المستمر، المتناوب عفوا، في التيار المتناوب عفوا. نعاود نجرب نشوف واحد المأخذ واحد اخر. اذا هذا الزرق مع هذا، نشوفوا هذا مع هذا، كنجربوا بحال هكذا، كنجربوا. اذا ها انا لقيت واحد الكورون واحد اخر. اذا ما بين هذا القطب الاسود والقطب الابيض، واحد فيهم غادي يكون بلوس واحد الموان، واحد لا يربي واحد الفاز واحد النوتر. اذا سلك الطور، هذا كيتسمى سلك الطور وسلك المحايد. اذا هذا كيخرج لي 8 فولت، 8 فولت، هذا الترناتيف، يعني هذا يخدم لي الاجهزه اللي كتخدم بالتيار هذا الالترناتيف، يعني المتناوب. اذا هذا فيما يخص قلنا الملتيمتر. هذا كاين عنده الخاصيه ديال،
إذن كاين الخاصيه ديال الحساب ديال المقاومه. الحساب ديال المقاومه هو كالتالي، غادي ندور هذه الصيغه هذه الصغيره مثلا، غادي ندورها لها مثلا. كناخذ بحال هذه المقاومات، هذه كتسمى مقاومه، كتلاحظوا في ان فيهم واحد الخيوطه، واحد الخطوطه فيهم الالوان. الا ما عارفش ان هذه الالوان ما حافظتش هذه الخيوطه ما تنحفظهمش، كنشد عاوتاني الملتيمتر، كندير واحد القطب هنا وقطب هنا، وكنلاحظ هنا الصيغه. اذا لاحظوا 99 يعني تقريبا 100. شنو معنيتها 100؟ انا مفيكسي على 100 اوم، وحده قياس المقاومه هي الاوم. اذا هذه كتسمى 100 اوم، يعني هاد الريزيستانس هي 100 اوم، وكنخدمها في استخدامات اخرى ديال الالكترونيك ديالها وكل شيء. الا طلعت القيمه هنايا غادي تصغر عندي القيمه هنا، تولي عندي بالفاصله هي تقريبا 100، تقريبا تجيني واحد 100 100 اوم. اذا دائما خصني نكون اصغر ما يكون. هذا الشيء اللي كاين، غادي نديرها في 200، غادي تعطيني هنا تقريبا 100 اوم. هذا الشيء اللي كاين. اذا هذه لا فونكسيون ديال